السلام عليكم. غادي نشوفوا كيفاش قناة الجزائرية الأولى قطعات الصوت خلال عزف النشيد ديال المنتخب الوطني المغربي. أكثر من نص ديال النشيد المغربي قطعات عليه الصوت، ومباشرة من بعد ما سال النشيد رجعت الصوت في إشارة واضحة لواحد الحقد وواحد الغل عند هاد الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللقطة الوحيدة اللي تقطع فيها الصوت هي خلال عزف النشيد ديال المنتخب الوطني المغربي، علاش الله أعلم. أما في ضربات الجزاء داك المعلق الجزائري القلب ديالو كان غادي يسكت أكثر من المالي، وكتحسب النبره ديال الصوت ديالو كتبدل ملي كيتير المغربي وملي كيتير المالي. لا حول ولا قوه الا بالله. خليكم تشوفوا هذا الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. ناس مازال ما مشاركنش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. سيداتي سادتي، الرجاء الوقوف غدرا المصطفى لعزف النشيد الوطني لدوله المغرب. ليدي ذا في التالي معالي البديل، واحد من الأوراق المهمة في تشكيلة سعيد شيبا جالس معالي كوني جانبية باليسرى، خرجت هذه الكرة ضاعت. ضاعت كما نشاهد. وخيبة أمل واضحة بعد ما ضيع معالي البديل الكرة الثانية الثالثة للمنتخب المالي. 2-1 كما تشاهدون. وقت ركلات للترجيح شيق ومثير لحد الآن، نعيشه وإياكم مباشرة على القناة الأولى. هذا كوني، سيكو كوني، واحد من أحسن اللاعبين، أدى مباراة كبيرة. كوني بثقة وأمان يوصل الكرة إلى الشباك، وسعادة أنصار منتخب مالي فوق مدرجات، نعم، بأرضية وبثقة كبيرة، واعتمد على برودة الأعصاب. كوني كان ممتاز في المباراة صراحة في وسط الميدان، وهو يؤكد ذلك في هذه الركلة. ثلاثة واحد لمالي في انتظار هذه الضربة من بختي. كوني يضيع، والحارس بوروما كوني يؤكد أنه حارس كبير وممتاز، يتصدى بقوة، أعلن عن نفسه صراحة بأنه حارس ممتاز. وبختي وخيبة أمل، والضربة الثانية الضائعة لمنتخب المغرب. 3-1. سميلة كوليبالي، وكأنه كان متأكد من أن الوصول إلى ركلات الترجيح سيكون لمصلحة المنتخب المالي، خاصة وأن الحارس كوني بارع. قد تكون هذه الضربة أو هذه الركلة
من جانب المنتخب المالي لنشاهد من هو المنفذ. ماليا قد تكون ايلو وضعت لم يتمكن من التسجيل ومنح او التأهل الى الدور النهائي. ضاعت الحارس بن غوزيل راح في الاتجاه الصحيح للكرة وانقذ مرماه. شاهد كيف كان ذلك قرأ كما ينبغي وضعية الجسد. الحارس بن غوزيل وراح في الاتجاه الصحيح وتمكن من صد الكرة. وخيبة أمل حموني من جانب المنتخب المغربي، ما زالت 3-1 للمنتخب المالي. حموني يحاول ويسجل الاتجاه المعاكس. 3-2 بباطن القدم. انتظر تحرك الحارس، انتظر ذلك بذكاء وسجل الثاني، الركلة الثانية للمنتخب المغربي. صعبة ركلات الترجيح، ركلات عذاب في الحقيقة. من صعب كرة أخرى أو ركلة أخرى للمنتخب المالي. ملعوبة وضيع. بن غوزيل من جديد يتمكن من صد هذه الكرة أمام الديارة الذي نفذ باليسرى، لكن الحارس قرأ الكرة كما ينبغي ويصد الكرة الثانية. يمنح الأمل ديارة وخيبة الأمل بعد هذه الركلة المنفذة بطريقة يعني لم تكن قوية. عيد بودلال وفرصة أخرى أو كرة أخرى وركلة للمنتخب المغربي لتعديل النتيجة. وكوني يريد أن يقرأ كما ينبغي بقوة كبيرة، راح في الاتجاه الصحيح لكن الكرة كانت قوية في شباك الحارس بولو ماكوني. 3-3 بقوة، اعتمد على القوة حتى لا يتمكن الحارس كوني من صد الكرة. حيث بودلال واحد من اللاعبين الدفاع، مدافع صلب وقوي، وتمكن من تعديل النتيجة. كانت هناك فرصة للمنتخب المغربي المالي. سميلة كوليبالي لا يصدق بأن الأمور أصبحت، ولكن هذه الكرة أحيانا عندما تضيع. ركلات الترجيح التي تعتمد أيضا على الحالة النفسية وعلى الاستعداد، وأحيانا تخصص في التنفيذ. هيا كرة أخرى للمنتخب المالي، ملعوبة في شباك من دومبيا. من جديد الحارس بن غوزيل يتمكن من صد الكرة أمام كوني. هيا من جديد راح في الاتجاه الصحيح، تحرك وراح في الاتجاه الصحيح، قرأ كما ينبغي وضعية جسد كوني الذي ضيع الكرة وضيع الركلة. وبارتماء من بن غوزيل الذي كان حاضر. هذا زهواني في الكرة وفي الركلة. ايلو والمنتخب المغربي يتمكن من التسجيل. الزهواني يسجل ويؤهل المنتخب المغربي الى المباراة النهائية امام منتخب السنغال في 19 من هذا الشهر يوم الجمعة ان شاء الله، بعدما كان المنتخب المالي صاحب الافضلية. 6-1
5. المغرب أمام منتخب المالي الذي تأهل إلى المباراة النهائية يلاقي منتخب السنغال. شكرا لكم، نلتقي في فرصة أخرى بحول الله. العودة إلى الزملاء. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، تخرجوا عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.